السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون نشكروا خونا هذا اللي عطاني الرابط تاع هذه القناه المصريه، يحكوا على جمال بلماضي باللي خلاص ولعبوا له اللعبه وراح يستقيل ولا كذا وكذا. دوكنا تما نتوما ما حبيتوش تحشموا، بون ماشي المصالوه، راني نقصد الجزائريين، نتوما ما حبيتوش تحشموا، نتوما يا صحافه ويا الجروب حبيتوا تجيبوا راوراوا بالسيف بالسيف يجي راو راوة. ومادام واسمو بلماضي، دوك نخليكم تسمعوا واش كانوا يهضروا، مادام بلماضي راهو يحقق في النتائج صعب باش تجيبوا راو راوة، هكذا صعب باش تحاربوا الاتحاديات، فانتوما لازم يروح بلماضي باش كيما نقولوا المنتخب يبدا يدير اخفاقات وتبدا الحرب وتجيبوا راو راوة بالسيف. راو راوة هذا يا ربي حبيتوا ترجعوا اليه، يقول لك باللي راهو هو اللي جاب اللاعبين والفضل تاعو، جاب اللاعبين وخدام للجزائر، جزائري منينو هدايا، هو خلقهم، ربي اللي خلق رياض محرز وربي اللي خلق بن ناصر، هو كان في المنصب جاب بالماضي، جاب لاي مدرب يجيب بالماضي، جاب لاعبين اللي ادى بهم لاكوب دافريك، جاب عطال، جاب رامي بن سبعيني، جاب بزاف لاعبين، جاب ديلور، جاب هادو كاع داو لاكوب دافريك، هادو كاع جابهم تانيك جمال بلماضي. اتقوا الله في انفسكم، ما تخافوش ربي، يا الجماعه انتم يا الجماعه هذه، هاد الجماعه هذه منظمه، كي قال جمال بلماضي خطيرين خطيرين، يخدموا بالصفحات ويخدموا باليوتيوبر، كيف فضحنا لهم اليوتيوبر، فضحنا لهم الصحافات، ولاو يبعثوا الاخبار للخارج البلاد باش من خارج البلاد يطاكيو. الاستقاله جمال بلماضي قضى عليها وقال باللي ما راحش نستقيل وقصف كاع لي خروطو، ودوكا كي تفضحوا ولاو يروحوا لبرا البلاد باللي ماشي حنا هم اللي كرام يقولوا وصح تسم هادو ما دوك. شوف دوك نخليكم تسمعوا ونعاودوا نولوا، والله ما راني طالق لكم، واقف لكم هنا. شوفوا خاوتي، نحط لكم زوج روابط تاع زوج قنوات، هادو ما يدافعوا على جمال بلماضي والمنتخب الوطني. خاوتي من فضلكم من فضلكم من فضلكم ادعموهم باش ما نعياش انا وحدي، راكم شايفين، ولا عبد الله ديزات ولا خاطش هاد الزوج قنوات راهم يطاكيو فيهم السومبيتي، لان واقفين لهم عرصه، واقفين لهم عرصه على المشروع تاعهم. فقووا انتم القنوات وعاونوا خاوتنا هادوما اللي راهم يدافعوا على جمال بلماضي، يفضحوا كاع الالاعيب تاع الجماعات واوا هكذا. نخليكم تسمعوا، ما تنساوش تدعموا خاوتنا اللي نحط لكم الروابط تاعهم في اول تعليق. خاوتي اسمع لك حاجه دلوقتي كابتن خالد، بس ما تسالنيش، مش هقول اسم المنتخب، بس الكلام ده هيحصل يعني تقريبا في يعني في نص سبتمبر او كده. منتخب من اقوى المنتخبات في الكره السمراء وعنده مدرب حالي اتفق مع مدرب اخر وهيكون متواجد بعد جوله او جولتين من كاس العالم، يعني دي حاجه انا باكدها لحضرتك. شوف الخلطه، راح يتواجد هو، راهو يقول قول الجزائر دي، من بعد مع الاخر دوك تسمعوا كيفاش يقولها بطريقه يعني واش يقول لك. شوف تخلاط، باين باللي تخلاط، سوف يتواجد بعد جوله او جولتين من كاس العالم، ومن بعد يقول لك نو في تصفيات كاس العالم، يعني شوف كيفاش راهو يخلط. ورام يضحكوا، نحط لكم واسمو الرابط ثاني في اول تعليق، تشوفوا طريقه الهضره تاعهم شغل كانها خالصين، دفعوا لهم هاد العصابه دفعت لهم وقالت لهم هاكو نشروا الخبر هذا، كيما كانوا يدفعوا اليوتيوبر دراهم ويقولوا لهم هاكو نشروا الخبر هذه، باش كيما نقولوا كي نشروها اليوتيوبر يعطوا لهم معلومات مزيفه وكبيره بزاف، ومن بعد يجوا هما هاد الصحافه يبداو ينشروا في الخبر يقول لك نو تسمى هذه لا هذه، زعما كون كوا راهم عارضين شويه هذوك اليوتيوبر. المهم توصل الفكره باللي الخبر صحيح، يا لو كان ناقص شويه منا بصح الخبر صحيح. فهمتوا الخطه تاعهم؟ قلت لكم نوقف لكم في الطريق انايا. منتخب عربي؟ منتخب افريقيا كابتن خالد. عربي يعني؟ منتخب في القاره الافريقيه؟ ايوه. منتخب عربي؟ لا، منتخب افريقي متواجد في القاره الافريقيه، منتخب كبير. شكون كاين؟ كاين مصر، تونس، الجزائر، وهذو هما المنتخبات الافريقيه عربيه. اسمع. يعني انت ايه المشكله يعني؟ ما انت بتقول العربي لا عربي لا افريقي. مش مشكله، انا بقول يعني بقول لحضرتك الخبر دلوقتي ان في مدرب منتخب ماسك دلوقتي وهيدخل تصفيات كاس عالم، هيمشي وهيجي مكانه مدرب تاني. واحد من مدربين المنتخبات الكبرى جدا في القاره الافريقيه، منتخبات الكبرى اللي لها ثقل في القاره الافريقيه، القاره السمراء، وهيبان يعني الايام اللي جايه هيظهر فيها احداث كبيره جدا، حاجه ممكن تهز افريقيا باكملها، يعني حاجه ممكن تهز القاره السمراء كلها. بتكلم جد؟ بتكلم جد. المنتخب المصري؟ انا قلت لحضرتك لا، يعني ما ذكرناش اسم منتخب مصر، بقول لحضرتك منتخب في القاره الافريقيه، يعني منتخب في القاره الافريقيه يا كابتن خالد، يعني ما حددناش اسم اي منتخب، انا بقول لحضرتك منتخب في القاره الافريقيه
خلال شهر سبتمبر هيظهر بره الهواء اكيد. طيب يعني ده ان خلال شهرين من دلوقتي. خلال شهرين مع ان في استقرار، يعني مش هيبقى اللي انت بتقوله ده مع انه في استقرار تما راهم النتائج وراهم يهضروا على جمال بالماضي. هيبقى المدير الفني للمنتخب في تصفيات المنتخب ده موجود في كاس الامم، موجود في كاس الامم وبينافس على تصفيات كاس العالم برضه. يعني بس موجود في كاس الامم بالظبط. يعني معنى كده ان المدير الفني الجديد ده اللي هم اتفقوا معاه خلاص هيمسك المنتخب ده في كاس الامم، هيمسكه في كاس الامم، هيكون متواجد في كاس الامم. والمدير الفني الحالي ده اللي هو ما يعرفش حاجه خالص هيمسك الفريق. شوف التشويش، المدرب الحالي اللي ما يعرفش حاجه خالص، ما كلش راهو يتلعب مور ظهره باش يقيلوه، زعما كونكوا زعما الاتحاديه راح تقيلو وجابوا مدرب جديد، كيفاش يوسوسوا يديروا في النميمه؟ انتم شر خلق الله. كي قال لكم جمال بالماضي انتم خطيرين، وليتوا لحقتوا حتى لمصر تعطوا لهم في المعلومات وتعطوا وتخلصوا فيهم. يا واتقوا الله فيه، خطينا يا ابن عمي، خطينا يا ابن عمي، خطينا وانت وجماعتك خطينا، نقولها لك ديرك خطينا. اسمع، ماتش او ماتشين في التصفيات بالظبط، تصفيات كاس العالم وبعد كده تصفيات كاس العالم ماتش ولا ماتشين ومن بعد يروح ويجيبوا الثاني يرموا له الماء. المدرب الجديد هيستلم من بعديه بالظبط، حتى لو كسب الماتشين. يعني حاجات كتيره كابتن خالد هتظهر في الفتره، تفاصيل يعني. تفاصيل في الفتره المقبله، لكن هي حاجه ممكن تهز القاره الافريقيه كلها يعني. اكيد حاجه ممكن تهز الكره السمراء كلها. طب ليه يعني وهتزالي يعني؟ ما كل منتخب حر ان هو يجيب يعني يجيب مدير فني اكيد، لكن انت دلوقتي تهز دي حاجه جامده. انت بتحقق نتائج ماشي معاك، انت بتحقق نتائج، قول بالماضي يا ودك يقولوها دوك كيفاش يرموا واحد الشراب اللي على الجزائر. كي قالوا على مصر نكر قالوا نو انا ما جبتش ما قلت مصر، كي يحكي له على الجزائر يدخلوا في الموضوع. اسمع، بتحقق بها نتائج، وصلت واصل امم افريقيا بتلعب تصفيات، حاب يقول له باللي ديت لاكوب دافريك ومن بعد تعقن. وصلت، حاب يقول وصلت النهائي وديت لاكوب دافريك ومن بعد يعني راه يقول لك جمال بالماضي. اسمع، كاس العالم اتفضل. سؤال لعيب شويه. لا بلاش. لا 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 لعيب شويه، سؤال بس. هو رئيس الاتحاد الجزائري هيمشي ولا هنا باش يبين لك باللي راهم يهضروا على جمال بالماضي، زعما دخلوا في موضوع تاع رئيس الاتحاديه حيمشي ولا لا، وتشوف باللي رئيس الاتحاديه حيمشي ولا لا داخله فيها العصابه اللي حبت تحاوز رئيس الاتحاديه باش يجيبوا راو. اي رئيس اتحاديه يجي كونطرا عليه ويعطاكي باش يجيبوا راو. هذه هي مجموعه راو. راني واقف لكم هنا ودعموا خاوتي هذوك الزوج قنوات. اسمع، اتغير رئيس الاتحاد الجزائري، اتغير خير الدين زاتشي، خرج وبالعماره هو اللي زعما ما على بالهمش باللي تغير، عنده شحال من اللي تغير، خلونا من الخرطي ينتقلك زاتشي، وهو حب يقول باللي رئيس الاتحاديه هو قصو رئيس الاتحاديه ثاني كجديد باش يطيروه، يعني طار زاتشي وطير هذا نو راهم حابين يجيبوا راو. انا علاش سميت القصه تاع راو شغل المسيح الدجال؟ بون ما رانيش نقصد عليه المسيح الدجال، القصه تاع المسيح الدجال اللي راهو مخفي ويبعد في الشياطين تاوعو باش كيما نقولوا يحطموا الارض، ومن بعد واش يقول جا المخلص يعني المنقذ، هذه هي المنقذ، حبوا يجيبوا المنقذ، هذه هي القصه اللي سميتها انايا. اسمع، الاداره الحاليه للاتحاد الجزائري، الاتحاد الجزائري بالامر. طب انا كنت سامع ان جمال بالماضي ما كانش عايز، كان الاول لو زاتشي مشي انا مش هكمل. وارد برضو ان جمال بالماضي يكون، يعني وارد ان هو جمال بالماضي من نوعيه المدربين اللي بيحب يعمل مع خير الدين زاتشي، لكن هو بعد رحيل خير الدين زاتشي اجتمع يعني مع مسؤولين في الجزائر، اجتمع مع رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وخد وعود كتيره ان هو يضع يعني خريطه يمشي بيها مع المنتخب الجزائري ويكمل نفس الخطه اللي كان ماشي عليها سواء مباريات. يعني ممكن يكون هو المدرب اللي هيتغير؟ وارد يا كابتن، في اي وارد يكون وارد، قالها ديرك شوفوا وارد، كي قالوا مصر قالوا نو انا ما جبتش مصر، من بعد قالوا وارد ومن بعد يحب ينكر، بصح قالوا وارد وارد. غير قالوا ممكن وقالوا وارد وارد، هما على بالهم، هما في زوج على بالهم، جاتهم المعلومه من العصابه هذوما اللي راهم يحاربوا في المنتخب وخلصوهم تشيبا باش يديروا هذا الموضوع ويديروا الشوشره. المنتخب الوطني الجزائري راهم يديروا عليه الشوشرات، وين يلعب كيما قال بالعمري، حنا نلعبوا نربحوا باربعه واحد وبعد يخرج لك واحد قنبله مدويه، ما كانش لامبيلونس في الستاد ويا لامبيلونس، اتقوا لا في انفسكم خافوا ربي، رانا هنا. عم يضحكوا. وارد ساعتك ولا ممكن واحد تاني؟ لا
ممكن يكون واحد تاني. شفت؟ قال له وارد، وبعد قال له ممكن واحد تاني. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم. وليتوا تروحوا لمصر عصابه، انتم عصابه، خدمتوا باليوتيوبر ودوكا كيف تكشفت اللعبه تاعكم في الجزائر. جمال بلماضي فضحكم، وحنا اليوتيوبر فضحناكم وفضحنا لي خروطو اللي راكم تخدموا بهم. وليتوا تروحوا لمصر، المصر باش الخدمه اللي كنتوا ديروها سواء مع اليوتيوبر تعطوا لهم معلومات مطرطقة بومبا، ومن بعد انتوا تجوا تاكدوا المعلومه وتقولوا نو تما هذه ماشي هكذا، هذه ماشي هكذا، ولكن هي هكذا وهكذا. ها راكم تخدموها نفس الشيء، بعثتوا لمصروه باش يطرطقوها، ومن بعد تجوا تقولوا نو تما هي كانت هذه باللي نورمالمو في على شهرين باللي يروح، ومن بعد صارت باش تاكدوا برك المعلومه، باش توصلوا المعلومه للشعب لازم تخدموا بناس، تبعتوا لهم الاخبار هما ينطقوها، ومن بعد تخرجوا نتوما تهضروا تكذبوا 40% منها او 30% منها وتصدقوا منها 60% باش تحاربوا المنتخب، توصل المعلومه للشعب. كيفاش قالها هذاك المصري؟ من بعد قالها صحفي جزائري كما كان زمان، او قالها اليوتيوبر كذبنا كذبنا، من بعد خرج الصحفي زاد اكدها مالغري قال باللي هذيك الطفله اللي جات العطال ما دخلتش، اليوتيوبر قال دخلت ولكن ذكر باللي جات طفله. فهمتوا ولا الفيلم كيف مخدومه؟ وهادو ما تلقاهم يتصوروا مع بعضهم، روحوا تصور تلقاهم مريحين مع بعضهم ونفس الجروب. يعني نتايا نفس الجروب هذا يجيب لك خبر ويقول لك شفت هذاك راهو قال، زعما هذا هو المصدر. هما كيف كيف، هما كيف كيف باليوتيوبر بكلش كيف كيف يخدموا مع بعض. خافوا الله خافوا الله خافوا الله خافوا الله، والله ما نحبس لكم قسما بالله. وين تخرج هكذايا بالماضي؟ قال للشعب الجزائري، الشعب على باله بلي ما رانيش رايح. بالماضي قالها وما يروحش سكارا فيكم ورا ورا وما يجيش. قال له بالماضي، قال له حبيت ترشح جيب الملف تاعك وروح ترشح. شديتها شديتها بصحتك. فهمتوا واش حبيت نقول لكم خاوتي؟ ما نطوش عليكم، وبالك وبالك وراهي جايه لاكوب دي موند، راح يبداو المؤامرات ضد المنتخب ويبداو اليوتيوبر قنبله مدويه مفاجاه من العيار تاعي باش يشوشوا على المنتخب باش يسقط في هذه المده اللي راهي جايه تاع تصفيه كاس العالم. ماذا به؟ هما يقول لك باللي احنا عندنا الكولاسه. عندكم الكولاسه عليه؟ لازم تشد المنصب باش تخدم بلادك هذه. حتى وعندك الكولاسه تقدر تعاون بلادك من البعيد اللي يحب بلاده، ماشي لازم تحكم المنصب. احنا عندنا كولاسه عطونا منصب باش نعاونوا البلاد، لازم نعطي لكم باش تعاونوا البلاد. اللي يعاون البلاد يعاونها من البعيد، حتى ما راهوش حاكم المنصب عنده كولاسه يروح يعاون بلاده. هذه هي انا، هذه هي الرجوليه. فهمت يا روا روا خوتي؟ ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.